بالنسبة للهجرة الجماعية للاعبين المغاربة للخليج العربي، هو في تناقض شويه من ناحيه ان المدرب الفرنسي رونار تيقول لك سيدي احنا ما غاديش نستعنوا باللاعبين اللي تيمارسوا في البطولات الخليجيه، تلقاو انه اول لاعب نادى عليه هو مبارك بوصوفة، ومن بعد ولات واحد الهجره جماعيه، اخرهم ما يتداول حاليا هو المهدي بن عطيه، وقله التنافسيه اللي كاينه في البطولات الخليجيه غادي تخلي يمكن على رايي الشخصي ان المستوى ديال المنتخب الوطني يقدر ينزل. كيمشيو على كيفشوا لان كيحتاجوا الفلوس، تيغريوهم بالفلوس وتيمشيو. بالنسبه ليا هذا كيبقى راجع ليهم، يقدروا على قبل الصالير، حيت يقدروا هو كان باغي يحترف في دوله اخرى من غير المغرب، على قبل باش يزيد الصالير، يقدر هنا ما عطاوش الصالير مزيان وباغي يحترف تما. بالنسبه لي انا كون وفروا لهم الامكانيات وكاع داكشي اللي كيحتاجوه هنا في بلادهم كاع ما غيمشيو حتى يمشي يحترفوا برا. هاد اللاعبين هادو اللي جينا نشوفوا السن ديالهم فهم في الاواخر ديال الممارسه ديالهم، فهم فضلوا انهم يكونوا الحياه ديالهم من الناحيه الماديه على الممارسه، لان بالنسبه لدول الخليج فكتكون الممارسه ما كتكونش واحد التنافسيه في الدوريات الخليجيه بصفه عامه. كيمشي للخليج انا هادوك يخلصوهم مزيان وما غاديش يخونوهم، هادو ما معاهمش المروه. انا نكون انا لاعب نمشي نلعب حتى مع الشينوا وما نلعبش مع المغاربه لان المغاربه شبار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.